شريف عوض. أهلا وسهلا بالسيد أسعد. أهلا بالشباب الطيبة. اسمع أسعد، كلمتين ورد قطعهم. على راسي انت استاذ امور. ولك اسعد، سجلك صار عندي كله. انا بعرفك من لما ولدتك امك وانت جاي. انت اللي بتعرف استاذ. برافو عليك، انا اللي بعرف. بلابتك على عمتي انكشفت. انا بعرضك استاذ. يعني ما كنت ناوي تتجوزها؟ انا ما لي قد المقام، بعدين هي بمثابة الوالدة الله يرحمها. عمتي اللي الوالدة ها؟ معناتها كنت ناوي تحتال، بقى لي لشوف. شو كنت ناوي تسرق؟ الحمد لله اللي حطك بوشي لحتى تمنعني. اللي شو كنت ناوي تسرق؟ بيت المحروس. بيتكم؟ بيتنا؟ والسبايدر. السبايدر؟ سيارتي؟ ايه بس الحمد لله ما صار نصيب. شو شعورك ولك اسعد وانت عم تجرح قلب ست قد امك؟ يا سيدي انا غلطان. ومنك السماح. أنا نويت سامحك أسعد، بس لأنه قلت لها الحقيقة. أنا؟ ما قلت لها شيء الله وكيلك. مو أنت، أنا قلت لها الحقيقة. قلت لها؟ وهي مسامحتك وقبلاني فيك. قبلاني فيه؟ شو رأيك؟ بس شو؟ مستحيل اتجوزها. حلو، لك عم تعرف شو لازم تعمل هلا؟ شو لازم اعمل؟ تشمع الخيط. بشمع الخيط. وما تعود تورجينا خلقتك. حاضر. اصلا انا فيني اذيك ها، بس هالمره رح اتركك لانه حابب اعطيك فرصه لحتى تتوب عن جد. لكن صدق بحياتي ما بتركك ها، بحط دابي ودابك. خلاص. توبه. نقلع شوف يلا. على راسي. شو حبيبي ما بدك توصلنا بالسبايدر؟ لك وكل وقاحه كمان. لا يا تافه اطلع. مسكينه عمتي جميله، عملت حالها بتعرف.